بقت القضية لعدو يزرق يوم صحتيها بيا وعالناس كتبت تقدري تنحي الدم على العرق ما تقدريش. دونك حنا رانا دم وعرق وماشيين في بعضانا في الدوله المغربيه وغنشجع الشعب المغربي ولا كان كنت في قطر غادي نلبس المايو تاع المغرب. ثاني نشكرها شعبا وملكا وتحيه كبيره لك المغرب عش فيه بزاف. دونك استاذي ما تحكيليش على مكناس ولا على المغرب. استاذي نعرف مكناس ونعرف ناس مكناس ونعرف الجيل تاع مكناس ونعرف المغرب بصفه عامه. بالك هذه يقولي لي زياره اللي ورا كورونا ورا كوفيد 19 صافي بليزير. مازال كان عندنا اقبال رانا ندخلوا للمغرب ورانا نتلاقوا بالناس تاعنا نتلاقوا بلي فان تاعنا الحمد لله. نشكر الشكر الجزير كل المغاربه اللي راهم واقفين معنا داخل المملكه وخارج المملكه مام في الجمهوريات مام في تونس مام الحمد لله رانا نلقاو فيه اقبال كبير. مام الاغنيه الرياويه راهي سطع كبير تاعها في دول المشرق ورانا نهبطوا لدبي رانا كل خطره في بلاصه ان شاء الله ان شاء الله. مادابيا نكون في مهرجانات المغرب مادابيا نشوف الشعب المغربي مادابيا نشوف اخر طبقه في المغرب. ونشكر الناس الزوالة ديال المغرب نحييهم. راهو كاين يقبل مليح في الراي راهو كاين مام فنانين المغاربه راهم يديو في الاغنيه الرايويه بشكل جزائري ثاني نشكرهم بحال بزاف راهم كاينين دي شونتر بزاف. دونك انا كي ندخل لليوتيوب نفرح من نشوف اداء مغربي جزائري ولا يكون كاين انديو جزائري مغربي بوركوا با باسكو راهم يديو في الراي يعطيهم الصحه تحيه كبيره للفنانين المغاربه. دونك كيفاش راح نفهم اختي؟ دونك انت تقدري تنحي الدم على العرق ما تقدريش. دونك حنا رانا دم وعرق وماشيين في بعضانا فهمت؟ راهي هذه من علاقات السنين هذه ماشي تاع البارح ولا اليوم، راهي تربطنا علاقات اخوه. راهم كاين ناس مزوجين في المغربيين في الجزائر وكاين الجزائر مزوجين في المغرب، سما ماشي غير موسيقى، راهي تربطنا علاقات كسر على الموسيقى وكسر على احنا رانا خاوه ومن الشعب للشعب. انا نوصلها لكم ميساج جزائريين يحبوكم كما انتم تحبون. بيان سور غنشجع الدوله المغربيه وغنشجع الشعب المغربي ولا كان كنت في قطر غادي نلبس المايو تاع المغرب. وي صاي صافي غنلبس انا مايو تاع المغرب. شوف الاقصاء تاع المنتخب الجزائري 100% مخدوم. هذه حبيت ولا كرهت دونك ماشي انا اللي نهضر اما كاين تقنيات الفار وكاين حكام عالميين خرجوا هضروا في هذا الموضوع. دونك هذا الاقصاء كان مدبر للجزائر ان شاء الله العقوبه الاشياء اخرى. مازال قدامنا طريق مازال قدام بالماضي طريق مازال قدام لي جوار تاعنا طريق مازال كاين مونديال 2026 مازال كاين كوب دافريك كوديفوار ثاني اللي نحييهم من هذه المنصه. شكرا جزيلا للفريق الوطني وشكرا جزيلا للشعب الجزائري اللي ساند في الفريق تاعو في كامل فتراته وتحيه كبيره للكره تاعنا. ما نقدرش نفضل مدينه على مدينه دونك انا نقول لك بالك ريزيدي في كازابلانكا ولا ريزيدي في طنجه ولا بون بصح انا عجبوني بزاف من نتق باسكو كل مدينه عندها 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 شارم تاعها وعندها الطابع تاعها. من يجي مكناس تشوف حوايج اثريه تشوف المغرب قديم فهمت تشوف المغرب قديما. من تروح لطنجه تشوف المغرب في تطور فهمت. من تروح كازابلانكا تشوف شركات تشوف مشاريع اداريه تشوف المصانع تشوف بلاد كيما نقولوا حنايا متطوره. ثاني نشكرها شعبا وملكا وتحيه كبيره لكم. قريبه المدن الجزائريه من ناحيه الثقافه بالك وجده اما وجده وفاس بالك ثاني كاين شوف ما نقدرش ما كاينش ديفيرونس بزاف فهمت. احنا رانا عندنا الامازيغ انتم عندكم امازيغ رانا احنا عندنا العادات والتقاليد اللي عندكم انتم في لباسكم التقليدي ولا اما في 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 في, في التعبير تاعكم ولا ان سما ما كاينش لا ديفيرونس. دونك هي وجده مدينه حدوديه سي بور سا راح تكون كيما نقولوها قريبه للجزائر. مي المغرب كله كيشبه الجزائر هذه بالمغربيه باش فهمني صافي.